السلام عليكم، معكم محمد توريرتي، فنان ابن مدينة توريرت، كتيب كلمات من خلال هذا الروبورتاج. كناشد جميع الناس اللي كيعرفوني واللي ما كيعرفونيش، وبالاخص الفنانة اللي عندهم الرقم تاع الهاتف نتاعهم في اللاشين ديالهم او في اليوتيوب، كناشدهم باش يكونوا يديروا الاحتياط ديالهم ويردوا البال. كان مؤخرا تعرضت لواحد الواقعة، كنت جالس في المحل ديالي كنزاول مهنة الحلاقة، صنع لي واحد السيد قال لي انا كنسكن في مدينة توريت وانا ما كنعرفوش، هو كيعرفني من خلال اليوتيوب، الاسم ديالي الشاب محمد تاويرتي، قال لي انا كنعرفك، انا كنسكن في مدينة تاويرت وكنخدم في الشركة نتاع كوكا، قال لي غادي تخدم معايا، الشركة جابت واحد الثلاجات جداد، غادي تشوف لي الناس اللي خاصهم الثلاجات، وكل وحدة غادي نعطيك فيها 100 درهم. انا ثقت فيه خصوصا هاد الازمة اللي كاينة دابا، وقلت انا الخدمه هذه سهله، نمشي نخدم فيها عيب. مشيت على النيه ديالي، مشيت كنقول للناس اللي خاصو شي ثلاجه، راه الشركه نتاع كوكا كتخلي لك الثلاجه بالمجان وانت كتشد عليها غير الكوموند. الناس كيقول لي واه، كيعطيني بنادم الاسم ديالو والنمره كنعطيها له هو لهذاك السيد، يعني على اساس انه هو مول الشركه نتاع كوكا باش يوضح لهم هادشي اللي كاين، يعني هاد السيد هذا كينصب وانا ما عندي ما نعاود، يعني انا ماشي معاه على اساس خدام، هو كينصب على الناس، وهذوك الناس دابا يحسب لهم بان انا اللي نصبت عليهم، وانا راني كنت يعني معاه غير على اساس خدام. وثقت فيه هاد السيد من قال لي انا ولد مدينة توريرت وراني كنعرفك وراني كنخدم في الشركه نتاع كوكا، ثقت فيه يعني بلا ما نعرفه، بلا ما نمشي عنده مثلا او لا نقصد الشركه نتاع كوكا باش نسول، قلت انا هاد السيد راه يعني راه فري راه كيخدم في هاد الشركه هذه. وتعرضت لواحد الموقف، ولكن الحمد لله الانسان اذا كان مظلوم ربي كيوقف معاه. وكنوجه واحد النداء للفنانه بالمنطقة الشرقية عامة وجميع الفنانين كاع، يعني الفنان يقدر يتعرض لهذا الموقف اللي تعرضت ليه انا، حيت كيهزون الرقم تاع الهاتف من اللاشين ديال الفنان وكيصوني عليهم وكيقول لهم بان انا كنخدم في الشركة نتاع كوكا وكينصب على الناس. هذا الشيء اللي بغيت نوضح للرأي العام، فعلا تم الاعتقال ديالي من طرف السلطة، ودرت المحضر ديالي وقلت لهم انا هذا السيد هذا يعني ما كان نعرفوش، واتصل بيا عبر اليوتيوب، هز النمره ديالي، عندي لاشين ديالي راه الاسم ديالها معروف، راني عطيته للشرطه ودست عند الوكيل وخلصت واحد الغرامه وخلصت واحد الكفاله. وكنتمنى من السلطات باش تدير المجهودات ديالها وباش يتشد هذا السيد هذا اللي كينصب على الناس. ومؤخرا اتصلوا بيا بزاف ديال الفنانه اللي صنع عليهم السيد بنفس الرقم اللي هضر معايا به، يعني نفس الرقم ونفس نفس السياق اللي دار داك السيد باش كينصب على الناس، كيقول لهم بان انا الشركه نتاع كوكا. وهذا الشيء اللي كاين كنتمنى من الله يعني نهزم هذا السيد هذا اللي تعدى علينا. وكنحذر مره اخرى الفنانين بصفه عامه باش يكونوا حذر من هذا السيد هذا اللي كينصب على الناس، لان الفنان يقدر يتعرض لبزاف ديال المسائل بسبب الرقم اللي داير الفنان دايره في الفلاشين ديالو، لانك دير الرقم ديالك باش كيتصلوا بك الناس معجبين، كيتصلوا بك الناس على اساس حفلات، يتصلوا بك الناس على عمل فني، يعني هاد الرقم كديرو باش كتواصل مع الناس، هادشي اللي كاين. ولكن
الانسان يكون يدير الاحتياط ديالو. هادشي اللي كاين. وفي الاخير كنشكر الجريده، جريده اصوات، اللي التحت لي هذه الفرصه باش نعبر. وكنشكر الاعلاميين بصفه عامه، وكنقول للناس اللي كيعرفوني والجمهور اللي كيتابعني بان كاين واحد الاغنيه اللي غادي نحكي فيها هذا الموضوع اللي وقع لي. يعني راه كاينه، راني سجلتها، غادي نحطها على القناه ديالي محمد ثوري ارتي ماركا ميزيك. غادي تكون اغنيه اللي غادي نعبر فيها على هذا الشيء اللي صرا لي. وكنحضر الفنانه مره اخرى، وشكرا لكم، والله ياخذ الحق. وتحيه للجميع. اشترك الفيديو، خلينا اعجاب وتعليق، دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.